في مداخلتها وقلت في مداخلتك وقلت ان هل السؤال هل بالضروره ان الاجابه هي دلاله عن السؤال المطروح؟ في مداخلتك قلت ان مثلا تسال امراه هل كم لديك هل لديك اطفال وتجيبك بنعم، ما ادراك انها متزوجه. هل بالضروره كل امراه لديها اطفال انها متزوجه؟ او انت تسالها كم عمرك، تقول لك مثلا تجاوزت المئة وما ادراك انها تزوجت، عذراء. اذا هي هل بالضروره ان الاجابه دلاله على السؤال المطروح؟ يعني علينا ان نميز بين الصدق الفني والصدق الواقعي. نعم نحن نطلب دائما الى النوايا الحسنه. طيب شكرا. يعني في سؤال اخر؟ تفضل. يا